أكثر من 6 سنوات من الثقة، حماية لأكثر من 6 ملايين من النازحين قسرا حول العالم. بالثقة كانت البداية في العام 2017 بجميل عطاء عدد صغير من المتبرعين والشركاء في ذلك العام، سيصبح الأثر الطيب الذي حققوه مصدر إلهام للآلاف من الأفراد والمؤسسات التي تثق بقدرة المفوضية في دعم النازحين قسرا من خلال صندوق الزكاة للاجئين. وفي طليعتهم شركاؤنا في قطر، لا سيما سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني وقطر الخيرية وعيد الخيرية. أكثر من 6 ملايين مستفيد منذ العام 2017 من خلال مساهمات الزكاة والصدقات عبر صندوق الزكاة للاجئين، حيث ساهم شركاؤنا في قطر بمساعدة أكثر من نصف هذا العدد، وبذلك أصبح الصندوق أحد أهم مصادر الدعم لملايين اللاجئين والنازحين داخليا في العالم. في عام 2023 لا يزال الكثير من اللاجئين والنازحين داخليا الذين تجاوز عددهم 100 مليون شخص يعتمدون على مساهمات الزكاة والصدقات، لا سيما في لبنان والأردن وتركيا واليمن وبنغلاديش وأفغانستان ونيجيريا والصومال. في أوقات العسر زكاتك سند ويسر.